ومعنا عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، ما هي أهم النقاط التي استخلصتها من المؤتمر الصحفي وموقف مصر وليتوانيا حيال القضايا المختلفة؟ الواقع أن النقاط الكل تكلم عن التهدئة ووقف القتال وقف إطلاق النار، هذه نقطة هامة جدا. ثم أن الاعتداء على المدنيين أمر مرفوض تماما وفق القانون الدولي الإنساني. هذه نقطتين مهمتين جدا جدا. تصور لابد من بذل مجهود أكبر لوقف هذا الاقتتال وعدم ضرب المدنيين لأنهم غير متداخلين في المشكلة. وسياسة الانتقام ليست مفيدة. نعم. يعني لابد من عدم وجود انتقام، ولابد من وقف رفع المدنيين، ولابد من التهدئة، ولابد من جلوس الإسرائيليين مع الفلسطينيين للوصول إلى حل هذه المشكلة. القتال والضرب وإشعال النار في كل مكان وهدم البيوت وإلى آخره لا يحل المشكلة، لابد من الوصول إلى طريق لحل المشكلة. إلى أي مدى كان هناك تأكيد على موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية ووقف العنف ومساعدة الشعب الفلسطيني كما ظهرت في الأزمة الأخيرة وكما أكدها وزير الخارجية سامح شكري؟ الحقيقة كل كان مصر مستعد لمساعدة الإخوة الفلسطينيين، وأرسلت بالفعل يعني مساعدة إنسانية لكي تساعد الفلسطينيين على مواجهة المصائب التي تحل بهم. ولكن الجانب الإسرائيلي رفض دخول أي مساعدات إنسانية، ومصر لا تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية وتساعدهم وترجو أن تصل إلى التهدئة وأن يتوقف القتال وأن تحمي المدنيين. نعم. طيب، هذا الموقف موقف أساسي لمصر. نعم. وزير الخارجية أيضا سامح شكري أكد على آماله المنعقدة وآمال العالم في جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة والعمل على وقف إطلاق النار. هل تتصور أن هذه الجولة ستسفر عن تهدئة خاصة مع وجود الموقف الأمريكي الواضح الداعم لإسرائيل؟ يعني طبعا معلوم أن أمريكا تسند إسرائيل كاملا. نعم. في جميع الوجوه، ولكن الآن في مشكلة كبيرة جدا 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 وخطيرة جدا تهدد بالأمن، باختلال الأمن في المنطقة، وليس فقط المنطقة ولكن في العالم. ممكن يؤدي تدخلات يمينا وشمالا، تدخل من إيران، تدخل من روسيا، تدخل من دول أخرى تشعل النار أكثر وأكثر. وبالتالي فإن إذا كان حتى أمريكا بتساعد إسرائيل فإنها يجب أن تساعدها على وقف هذا الاقتتال الذي يؤدي إلى خراب المنطقة وإلى وصول إلى نقطة لا عودة. تحدث أيضا وزير الخارجية الليتواني عن الوضع في أوكرانيا وضرورة تقديم الدعم لها حيال العدوان الروسي. كيف ترى هذا الملف الآن خاصة مع وجود العدوان الإسرائيلي على غزة وربما سيطر على الأحداث بشكل أو بآخر؟ يعني كيف ترى الموقف حيال القضية الروسية الأوكرانية هذه الأيام؟ الحقيقة طبعا أن هناك أمريكا لها موقف مختلف، تساعد أوكرانيا بصفتها الدولة المعتادة عليها، وهنا يعني لا ترى حقا للفلسطينيين، وهذا أمر غير طبيعي. لا
لابد أن يكون هناك توازن في معالجة الأمور. نعم. وبالتالي فإن القضية الأوكرانية واضحة والقضية الفلسطينية واضحة تماما. نعم. معنى أن هناك عدوان على أوكرانيا، والآن إسرائيل اغتصبت حقوق الفلسطينيين وتقوم بقتل المدنيين. هذا كله لابد أن يتغير ولابد أن يكون له حل. نعم، أشكرك سيادة السفير إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.